السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في برنامجكم الثورة الطبية. كنا اتكلمنا في الحلقات السابقة عن جهاز الأوبرون ومعجزة الألفية الثالثة في التشخيص والعلاج، ووعدتكم المرة اللي فاتت إن أنا أقدم لكم ماهية هذا الموضوع وإيه القاعدة العلمية الأساسية اللي اتبنى عليها هذا الموضوع. إحنا معانا النهاردة اللي بيشرفنا في الاستوديو الباشمهندس طارق محمود الأفندي، مدير تكنولوجيا المعلومات في مدرسة العلوم والهندسة في الجامعة الأمريكية سابقا، ومدرس مادة صناعة القرار وخبير القياسات النانو تكنولوجية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا فندم. مرحب بيك يا فندم، نورنا في الاستوديو. شكرا. إيه موضوع الألفية الثالثة والتشخيص والأوسيليشن ميديسن والفريكونسي؟ ادينا يعني أفيد علينا من علمك في هذا الموضوع. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي بكلمه جميله جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ففكره التسبيح ان كل الكون عباره عن جسيمات سابحه، وهذه الجسيمات لها طاقه ولها درجه معينه من الاستجابه. الاستجابه دي بتتناسب مع كتلتها، فالجسيم الرفيع او الصغير بيهتز، الجسيم الكبير بيهتز، الارض بتلف حوالين نفسها وحوالين الشمس، القمر بيلف حوالين نفسه وحوالين الارض، وهكذا. بنجد انه تركيبة الكون عبارة عن مادة وطاقة. الطاقة طبعا في صور احنا عارفينها، زي الضوء، زي الصوت، زي الحرارة، وفي نوع تاني بقى اللي هو الطاقة اللي احنا مش شايفينها، اللي هي في المدى الغير مرئي، وده ممكن الاجهزه تكتشفه، زي مثلا الموجات الكهرومغناطيسيه، زي ازاي الموبايل بيتكلم مثلا مع موبايل هو مش شايفه، او ازاي ان انا بستقبل من قمر صناعي فبعمل الاول مثلا سكان على المحطات عشان اعرف كل محطه لها التردد بتاعها. فكل ما بيتطور العلم بيوصل لدرجه ادق في القياس ودرجه ادق في ان انا اعرف اميز الجسيم ده. يعني لو انا حبيت مثلا اصطاد او فار مثلا، فبقول طب الفار ده ايه نطاق التردد اللي بيسمعه؟ ممكن يكون النطاق الترددي بتاعه مختلف عن النطاق الترددي بتاعي. عشان كده بنلاقي مثلا في جهاز طارد للفيران، ممكن ان هو يعني الفار يسمعه وانا ما اسمعوش. لو حملنا مثلا بالليل في جنينه كده نور، فهنجد ان الحشرات بتيجي على النور. اذا في استجابه ضوئيه بتبين للحشره انه في طاقه ما هي محتاجاها بتيجي عندها. نفس القصه لما ابتدي العلم يتطور بينزل لدرجه من الحساسيه في القياس، فيبتدي يدرك هل الجسيم او التارجت او الهدف اللي انا بكلمه ده يقدر يستجيب ليا. انا جايب معايا مثلا كذا حاجه هنا ببين. مثلا الطاقه الصوتيه دي في العلم اسمها الشوكه الرنانه. الشوكه دي لها يعني حجم ولها مقياس محدد، طول محدد ومعدن مصنوع منه، بحيث انه لو انا استخدمتها هتديني ايه؟ تردد وحيد. اذا هذه الشوكة تهتز عند هذا التردد. لو في اي جسيم تاني موجود بيقدر ان هو يعني طوله او شكله يتناسب مع هذا التردد هيرن معه. انا جايب معايا هنا مثلا نموذج لآلة مشهورة اللي هي آلة الكمان. لو انا مثلا جيت كده، فحجد ان برضو لو هزيت الوتر ده هيطلع صوت، لو هزيت وتر تاني هيطلع صوت مختلف. طب ازاي ودني قدرت تفرق ما بين ده وما بين ده؟ يبقى الاهتزازات دي وصلت لطبلة الاذن، وبعدين كل واحد له نمط اهتزازي بيدي طاقة معينة للاذن. لما بتتحول من العصب السمعي الى المخ، يبتدي يترجمها ويسجلها عنده على هيئة ذاكرة. هذه الذاكرة بتعرفني ان النغمة دي مثلا ترددها عالي او طول الموج بتاعها قصير، دي النغمة دي ترددها منخفض او طول الموج طويل. طيب في حاجة تانية كمان، الاكسايتيشن او الاثارة. لو انا شديت الوتر ده هسمع كده، طيب لو انا حركت عليه حاجة هعمل كده. الله، فرق في الصوت. الاتنين بيدوا نفس التردد ولكن شكل الموجة اختلف. فقياسا على ذلك يعني نقدر نقول ان الصوت الصوت دلوقتي هو لغة العصر اللي احنا هنتعامل بيها مع الخلية، لغة التواصل، ان انا هكلم الخلية وترد عليا.
انا عايز اسمع الخليه دي بتقول ايه، او يعني مجازا يعني عايز ادركها من خلال نشاطها، انها وهي بتعمل العمليات الحيويه بتاعتها بيصدر منها موجات. هذه الموجات اذا العمليات الحيويه دي بتمر بطريقه سليمه اللي هي الحاله الطبيعيه للجسم اللي هي بنسميها الهوميوستاسيس، يعني ما فيش عنده اي اصابه او متعرض لاي مؤثرات خارجيه طبيعي. او دخل عليها او طبيعي، هيبقى لها نمط اهتزازي. لو حصل انه دخل على الخليه دي ماده دخيله مثلا، ماده كيميائيه، او ركب عليها مخلوق تاني زي ما او تاثرت سلبا، او تاثرت سلبا يعني فقدت الميكروب او الجهاد كده، هتبتدي تطلع الموجه منها مشوهه تدي نغمة تانية. الفكرة اعرف ازاي تردد الخلية دي، او اعرف الطول الموجي اللي بتستجيبه. فطبعا قياسا نقدر نقول للعلماء، طب انا بشوف ازاي؟ فلو احنا لاحظنا ان العين فيها مكونات اسمها الكونز او الاجسام المخروطية، ودي في منها ثلاث انواع، نوع بيستجيب للضوء الاحمر، ونوع بيستجيب للضوء الاخضر، ونوع بيستجيب للضوء الازرق. من الثلاث انواع دول لما انا بشوف صورة، الضوء المرتد ليا بيبتدي يحدث فيها تيار كهربي او تيار الكتروني بيمشي مع العصب البصري يوصل للمخ. المحصلة بتاعتهم تتركب والمخ يركزها عنده على هيئة معلومة او كوجنيشن، او يعني يدركها، وده بيبقى من الادراك الحسي للادراك العقلي. فببقى عارف مثلا زي ما حضرتك لابس كده قميص مثلا ازرق، او جاكيت او بدلة سودة، وانا مثلا لابس قميص بيج وده بني. المخ بقى بيحط الداتابيز دي او قاعده البيانات دي ويبتدي يقارن ما بين. اذا الاشكاليه دلوقتي ازاي؟ هل اقدر اسمع الخليه واتكلم معاها؟ طب هل اعرف مكونات الخليه عشان اعرف اكلمها؟ يبقى لازم الاول اعرف مكونات الخليه. الارض احنا النهارده دلوقتي ساعتك قلت كلمتين يعني انا اعتقد ان هم في منتهى الاهميه اللي بيدور عليهم العلم ده بالكامل. الروتيشن والفريكونسي. ايوه. ايه تأثير الروتيشن على الخلية، وايه تأثير الفريكونسي على الخلية وعلى الطاقة بتاعت الخلية؟ طب هنقول لربنا سبحانه وتعالى من بره لجوه كده، عامل الكون عبارة عن اجسام كبيرة هي تجميع لاجسام اصغر منها. هذه الاجسام بتحتوي على نوعين من الطاقة، طاقة اختزان اللي هي بنسميها طاقة وضع او بوتنشال انرجي، وطاقة حركة اللي هي بتخليها انها تتحرك حوالين نفسها وحوالين بعضها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى عامل ظاهره في الكون ان الكتل بتتجاذب، يعني الذرات بتتجاذب. ففي نوعين من التجاذب موجود في الكون، تجاذب كهربي مع اختلاف الشحنه، وتجاذب بالكتل. التجاذب اللي بالكتل ده اللي بيحافظ على استبقائيه الماده. يعني الحديد ليه حديد؟ انا جسمي ماسك نفسه ليه؟ الازاز ليه ازاز؟ لان في تشكيل من الذرات مرتبطه مع بعض بقوه ايه؟ تجاذب. لو هذا التجاذب اتعرض لنمط طاقه خلى الذرات دي تهتز، تبتدي الذرات دي تتفكك زي التسخين، زي مثلا التسخين. لو انا جبت مكعب ثلج واديت له طاقه، هيبتدي يتحول من الحاله الصلبه اللي هي اقصى طاقه تخزين الى الحاله السائله اللي هي ابتدى يبقى فيها حركه. ولو انا زودت الطاقه عليه شويه وسخنت، هيتحول لبخار، فهتبقى الجزيئات الميه في اقصى طاقه حركه، كلها متحركه ومفيش اي طاقه وضع او طاقه اختزان فيها. طيب. فده على مستوى الايه؟ الاجسام. طب وعلى مستوى الشحنات؟ فهنجد برضو ان الماده ربنا عاملها الذره مكونه من شحنه مركزيه اللي هي بنسميها نواه الذره او الشحنه الموجبه، ودور حولها جسيمات مشحونه عكس الايه؟ شحنه النواه اللي هي بنسميها الجسيمات السالبيه. ثم هي سالبه ليه؟ لانها يمكن ان تسلب من الذره، لكن طبعا مش هاخد قلب الذره يعني. النواه لا تسلب. فلما تسلب هذه الشحنه تكون النتيجه ان الذره بتتحول لما يسمى بالايون، او انها يعني الطاقه بتاعتها اختلت عايز او بقت في شكل كهرباء. فلو الطاقه دي، لو في ذره بقى زايد عندها الكترون بره وذره ناقص عندها الكترون، الاثنين يرتبطوا من بعض يبقى عملوا بوند او عملوا ارتباط ايوني، يعني عملوا تقريبا مركب ايوني. بالظبط كده. المركب الايوني ده بيبقى له قوه ارتباط كهربيه، ده زائد ان في قوه ارتباط جاذبيه اللي هي ما بين الكتل والكتل، لغايه اما يتحول تاني لذرات عايشه مع بعض كانها متعادله. يعني احنا بنشوف مثلا الملح، الملح ده صوديوم وكلور، يبقى ده ذرتين مع بعض كل واحده منهم ايه؟ بتكمل الثانيه في الشحنه بتاعتها. الضوء بقى اللي ساقط او الحراره قبل الضوء ما يسقط،
احنا حركه الالكترونات حوالين النواه دي بتعمل نوع من انواع الفريكونسيز الخاص بالخليه. ما انا هقول لحضرتك، كل الكترون بيلف حوالين نفسه وحوالين النواه بيلف في مدار معين. الجديد في العلم اللي هو ابتدى من ما يسمى بالمودرن فيزيكس او الفيزياء الحديثه، ابتدى يربط ما بين النمط الترددي او الطول الموجي اللي ممكن يؤثر في الجسم مع وضع الجسم. فكانت المشاهدة الجميلة جدا انه لو انا جبت لوح معدني وسقط عليه ضوء، هينبعث من اللوح المعدني ده الكترونات، يعني يتحول كأنه يمشي فيه تيار كهربائي. طيب لما ابتدوا يزودوا شدة الاستضاءة كانوا متوقعين انه هيزيد عدد الشحنات اللي طلع، لكن اكتشفوا انه لا، بيوصل لحد ويحصل نوع من التشبع. لما ابتدوا يغيروا في نوع الضوء، يعني احمر لاخضر لازرق، ابتدوا يكتشفوا انه عدد الالكترونات بتختلف. طب هو ايه الفرق ما بين الضوء الاحمر والضوء الازرق والضوء الاخضر؟ الطول الموجي او التردد. فاصبح دلوقتي في علاقه ما بين الطول الموجي والطاقه، سواء كانت الطاقة بتاعت الجسيم اللي هي الطاقة المختزنة او الطاقة القادرة على تحريكه عشان يغير مكانه، لان اي حدث في الكون. هنا نقدر نقول عشان نبسط للمشاهد، نقدر نقول ان الطول الموجي للمادة يقدر يأثر ايجابا على كمية الطاقة اللي موجودة. طبعا. واحد. طبعا. الفريكونسي او التردد او الطول الموجي، او الطول الموجي برضه يقدر يأثر تأثير ايجابي متناسب مع الطاقه، متناسب مع الطاقه. فاصبح دلوقتي يعني الخليه الحيه الجيده السليمه بتدي نوع من انواع الطاقه اعلى من مثيلاتها لما يحصل عمليه، يعني نقول خلل في من مستوى الويفلنس او مستوى الطول الموجي او مستوى الطاقه بتاع الخليه. زي ما حضرتك يعني دايما بتتكلم، ما الفرق ما بين الخليه الحيه والخليه الميته؟ الخليه او المريضه عندها القدره على انها تختزن الطاقه وتفقد الطاقه، او تستهلك الطاقه بدل ما نقول تفقدها يعني. جميل. او تستهلكها في الوظيفه المطلوبه منها. جميل. سواء كانت الخليه دي في الكبد او في الكلى او في المخ او واتيفر يعني. يعني الخليه تقدر تتحكم في الاوت دور بتاعها، وتخلي الحاجه تخش لها وتخرج لها بكيفيتها هي اللي هي متعوده عليها. بالزبط. طب لو حصل خلل في الاوت دور او في ان اوت اللي داخل يعني والميكانيزم، واحنا دايما بنشبه الحكايه دي بايه؟ بواحد عنده حديقه جميله بس ملهاش سور. نعم. اللي عنده حديقه جميله قوي دايما عنده سور عالي، على قدر ما هذا السور بيقدر يدخل ويخرج اللي انا عايزه، عنده كنترول، معناها عنده كنترول، معناها اني انا اقدر احافظ على الخليه لو انا عندي كنترول عليها. هنا بقى تفقد الخليه الكنترول امتى؟ تفقد الخليه الكنترول والجهاز يجيبها امتى؟ لو الخليه دي بتعمل يبقى لها تردد محدد. لو ابتدت الخليه دي تفقد الحاله اللي هي السليمه بتاعتها، هشبهها بالظبط كده، لو ده صوت الوتر اهو وانا هبتدي، ده الخلل، عامل ازاي؟ ده الخلل. يبقى هنا بالظبط شوف الارتخاء عمل ايه، هاي فاصبح مش باين خالص. يعني كده الجدار الخليه اصبح رخو. أيوة. لا يعني عمليه سماح والدخول الخروج فقد الصفه الفيزيقيه، يعني جدار الخليه يحدد وظيفه الخليه الميكانيكيه، الصفه الميكانيكيه اللي هي الكهروكيميائيه برضو بعد كده هتتركب، لان زي ما حضرتك عارف انها عباره عن بوابه. فالبوابه دي تفتح وتقفل امتى؟ بدلتا ايه، بكميه طاقه برضو مطلوبه عشان تفتح وطاقه مطلوبه عشان تقفل. طيب بمناسبه الدلتا ايه بقى، عايزين نعرف ما هو الفوتون. هعيد تاني برضو الكلام، احنا عندنا دلوقتي مادة وطاقة، فبنقول ان وحدة المادة هي الذرة، وحدة الجسم الحي هي الخلية. طب وحدة الطاقة نعمل فيها ايه؟ فطبعا اول ما اشتغل اينشتاين على الخلية الضوئية، فهو طبعا بيبص على الضوء يعني، فقال طيب فوتو يعني ايه؟ صورة او ماشي، مش لايت يعني. فتعالى نشوف كده، نخلي الوحدة دي زي ما في اتوم فنحط فوتون، فسمى وحدة الطاقة الضوئية دي الفوتون. ال- 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 النقلة الخطيرة جدا من التعامل مع الضوء على ان هو موجات الى ان هو كم من الطاقة، هي دي مفتاح فهم طبيعة التداخل مع انظمة الكون، سواء كان ده نظام سيستم حي يعني كائن حي او مادة. المادة ممكن مثلا نفتتها بالطاقة زي اللي بيفتت مثلا الحصوات في الايه؟ بالليزر. بالليزر او بيفتتها بالموجات الفوق صوتية. أيوة.
طيب كل مادة بقى أعرف الطاقة بتاعتها إزاي اللي هتهتز عندها، ده المجهود الرهيب اللي لازم العلماء يعرفوه عشان يقدروا يحددوا بالظبط التردد ده هو اللي هيخلي التأثير ده يحصل. الموجة دي هتكلم حاجتين، هتكلم مادة أدي واحد، وبعدين في طاقة كمان موجودة في الخلية. فلو أنا قدرت يعني إحنا نقدر نقول إن الطب الغربي أخفق طول الفترة اللي فاتت ديت إن هو كان بيتعامل فقط مع المادة؟ ما هو في الكتروثيرابي وفي برضو علاج بالضوء، بس التفكير نفسه ان انا اي تغيير يحصل في الجسم لازم يكون مبني على ان انا ادي الجسم ده ماده اللي هو دواء يعني. ايوه ميديسن يعني. ايوه ده خلى يعني زي بالظبط ناس عندها نوع من العشاء الليلي مش شايفه قدامها غير ان انا لازم ادي ماده. فطبعا يعني ده نوع من السكسس ولا الاخفاق؟ نجاح يعني هو نجاح او عدم نجاح؟ هنقول انها ماديه زياده عن اللزوم يعني، نظره ماديه بره. زي بالظبط الانسان لو انت تقول ان حسب ما حضرتك عارف المايند بودي سبيريت، او الانسان بيتكون من جسم وعقل وروح او حاله معنويه، فما تقدرش تقول ان انا الجسم ده عباره عن ماده بس، لا. ده اللي كان معروف قبل سنه 2005. ايوه ان الجسم ماده فقط، انا بتعامل مع ماده. وحتى هذه اللحظه الاوبينيون ميديكال اوبينيون في اي حاجه يجي يقول لك ايه تاثير دوت على الماده. يعني لما انا ما اقول افترض دواء جديد او افترض اي حاجه بتاثر على الجسم، يقول لك ايه تاثير الميديكال اوبينيون في الجزئيه ديت. فهو بيوزن الموضوع من ناحيه بس، من ناحيه ماديه فقط، لكن ملوش بعد تاني. هنا بقى ساعتك بتتكلم تقول ان الموضوع ما ينفعش يكون ماده فقط. بالظبط. لازم يكون ماده وطاقه معبره او مكافاه لما يراد به من احداث في تغيير نمط هذا الكائن. يعني عملية البناء والهدم نعم هي عملية تحتاج إلى حاجتين، نعم مادة وطاقة. وطاقة نعم. يعني أنا لو أنا بقولها دايما كده، لما ببني عمارة مش أنا عايز زلط وأسمنت وجبس وحد يشيل ويرص، ده الأول المادة. وبعد كده عايز حد يشيل الحاجات دي كلها ويحطها في أماكنها. إذن عشان أي بناء يتعمل لازم يكون في مادة، نعم، ولازم يكون في طاقة. أيوة. وعشان أي عملية هدم تحصل لازم يكون في عملية طاقة موجودة، بس تكون طاقة سلبية. يبقى أنا لما أبني أعمل إيه؟ أوفر المادة وأوفر الطاقة الإيجابية. طيب. وأمنع الطاقة السلبية. بقى في أربع احتمالات دلوقتي. أيوة. الاحتمال الأول إن أنا أخلي مادة تكلم مادة. أيوة. أو مادة تكلم طاقة. أيوة. او طاقه تكلم طاقه. أيوة. او طاقه تكلم ماده. ايوه واكشوالي هم دول الاربع احتمالات اللي بيحصلوا في جسم الانسان. يعني انت الطاقه تكلم طاقه يعني في ايه؟ لما يكون الطول الموجي بتاعت الطاقه دي متناسب مع الطول الموجي اللي بره اللي داخل عليها، لو حصل هنا التناغم هيحصل التاثير. ودي فكره البايوفوت، ازاي ان انا اشوف ان الخليه دي لها تردد وهاخد نفس التردد ده ارجع اكلمها بيه. يعني تخيل حضرتك سامع صوت نفسك، فكانك بتكلم نفسك، وده اكشوالي بيحصل فينا احنا. انت دلوقتي بتسمع صوت نفسك داخلي من غير ما تطلع صوت من بقك. طب الصوت ده متسجل فين؟ اذا التكويد او الكود هنا موجود في المخ. فيبقى اذا انا ممكن لو عرفت بقى الصوت الداخلي بتاعي انا بكلم نفسي. فبرضه الطاقه بتاعت الخليه دي دلتا ايه، هنفترض ان دلتا يعني هي بنقول انها ايه، كم صغير جدا من الطاقه يكفي لاحداث تاثير ما. هذا التأثير يا إما يخلي إلكترون يخرج من المدار بتاعه، يا إما يخلي ذرة تتهز وتسيب مكانها، يعني زي ما الواحد بيحصل كده إن هو إيه يحصل له ريلاكسيشن. يعني التفاعل الكيميائي اللي بين الخلايا وبعضها والارتباط اللي بين الخلايا وبعضها نقدر نقول عليه إن هو تفاعل كهربي وليس كيميائي؟ كهرو كيميائي، لكن المهم يمكن رؤيته وإدراكه كنشاط موجي، كنشاط موجي. وهنا الطبيعة الموجية للمادة بتخش في تفسير جديد. عشان كده لما أنا دخلت في موضوع، يعني ربنا اداني الفرصة أن أنا أخش في أن أنا أتعامل مع مقياس النانو اللي هو 1 على 1,000,000,000، المادة بقدر أشوف الذرة ذرة والتركيبة الذرية بتاعتها. فهذه المادة لما بتبان تحت الإلكترون ميكروسكوب أنت بتقدر تتخيل تصرفها هيكون إزاي. وبعدين من الحسابات الفيزيقية أقدر أعرف، يعني أنا لو جبت ذرتين وعارف الكتل بتاعتهم هعرف قوة الارتباط، فهقدر أعرف مقدار الطاقة اللي أنا حدها لهم عشان يسيبوا بعض أو يرجعوا يمسكوا في بعض. نفس القصة لو في إلكترون، الإلكترون ده اللي هو الشحنة اللي بتلف، اللي هي بتدي الخصائص الكيميائية للمادة، اللي هي بتدي الخصائص الكيميائية للمادة. لو أنا قدرت أثر على الإلكترون ده
اقنعه، يعني مش اقنعه يعني اتناغم معاه او هارمونايز معاه. أيوة. بنفس الطول الموجي اللي هو معاه، اذا الالكترون ده هيرن معايا او هيحصل ريزونانس معايا او هيحصل معايا رنين استجابة. لو انا بقى اديت له وحدة الطاقة الكافية اللي تنقله من مكان لمكان، يبقى هيبتدي يغير المكان بتاعه، اتغيرت الصفة الكيميائية للمادة. لو هو ساب مكانه يرجع يديني ضوء، لو ما سابش مكانه يبقى خرج، او ساب مكانه وما رجعش يبقى خرج بره الذره خالص، وهترجع تعوضه من مكان طب تاني. احنا كده خدنا وعرفنا الاساس اللي اتبنى عليه الجهاز الابرون. نعم. طب الابرون سيستم كجهاز يعني فكرته اعتقد انها يعني كده مقبوله جدا، ان هو جهاز بينقل الطاقه اللي موجوده في الجسم وبيرسل طاقه من الجهاز للجسم، يعني هو بيقدر يعمل لغه متناغمة بين الجسم. صح. وبين الإنسان. زي بالظبط ما سعادتك تفضلت وقلت دلوقتي إن أنا ممكن أأثر بموجة مغناطيسية على فار إن أنا أخليه يموت مثلا، وممكن أقيس دلوقتي السنسور بتاع العربيات اللي هي الحديثة. نعم. ممكن أقيس أي عطل في السيارة بالجهاز السنسور أو أحدث تغيير فيه أو أحدث تغيير. يعني أما نقول فكرة الجهاز دي فكرة مقبولة جدا. نعم. وفكرة الدنيا كلها بتتعامل بيها دلوقتي، حتى على مستوى في البيوت دلوقتي. بقى في جهاز أبو 100 جنيه ده اللي بيموت الفيران والصراصير، وفي الجهاز اللي هو بيعمل عملية القياس للعربيات والكلام من ده. يعني العملية مش مش يعني مش بعيدة. هضرب مثال أو هفكر الناس بحاجة بسيطة جدا. احنا عندنا في المطبخ مثلا بوتاجاز مبني على انه الفوسل فيول، ان في ماده اللي هي ذرات الكربون اللي موجوده في الغاز، لما بيحصل سبارك او شراره بتشتعل فبتدي الحراره، مش كده؟ يبقى اذا التفاعل ده طارد للحراره، ودي الحراره اللي انا بستخدمها في البوتاجاز. طب لو عندي مايكروويف، ما في اصبح ما عنديش وقود دلوقتي، ما فيش ماده، لكن في ايه؟ في طاقه. طب انا لما بدي الطاقه من الشمعه بتاعه المايكروويف للاكل، اللي بيحصل بيسخن. طيب ولو فضلت اسخن زياده عن اللزوم، هبص الاقي في الاخر ايه؟ حاجد انه مش هيتحرق، لا، لان الموضوع ما دخلش في الاكسجين، لا، حاجد ان حصل تركيبه ذريه جديده، بقى مثلا العيش مش قادر اقطمه، يعني حصل غيرت نوع الارتباط، يعني غيرت البوند اللي هي البوند، طريقه البوند ما بين الذره. ايوه. ودي فدي دي الفكره اللي هي ان انا ممكن ان الطاقه تحدث تغيير في كينونه الماده. ولو انا عرفت بقى الماده دي بتستجيب عند انهي تردد او انهي طول موجي، اصبحت الماده دي بالنسبه لي طيعه. ودي النقطه اللي احنا بنقول عليها، ان انا ممكن اعمل عمليه كوركشن او عمليه تصحيح لخليه مريضه مثلا في اي نقطه في الجسم، ان انا اديها طاقه ايجابيه زيها او طاقه مساويه، مش مساويه، طاقه متساويه في التردد بتاعها عشان تقدر. طب لو انا عندي فيروس او عندي بكتيريا او عندي فانجل او عندي اي حاجه عايز اموتها في الجسم، اعمل لها ايه؟ اذا ما يدرك تستطيع ان تؤثر عليه، وما لا يدرك لا تستطيع ان تؤثر عليه. طب ادركه ازاي؟ اي تفكير علمي بيمر بثلاث مراحل. اول حاجه الملاحظه، الاوبزرفيشن، لازم الاحظ الظاهره. اثنين، اجد الهايبوثيسيس او الفرضيه النظريه اللي ممكن انها تفسر المشاهده بتاعتي دي. تالت حاجه ابتدي اجري تجربه عشان اتحقق من الفرضيه دي. اذا اثبتت التجربه اللي انا افترضته تحولت الى قانون واصبحت شيء يرجع اليه واصبحت ثابته. فانا دلوقتي لما اجي اقول ان الانسان عباره عن طاقه، احنا كلنا مثلا بنزعل وبنفرح، بنحب وبنكره، بنفكر، بننام، بنصحى، بنبقى مش قادرين نفكر او دماغنا رايق. طب كل الظواهر دي ممكن افسرها كيميائيا بتغيير التركيب الكيميائي، بس في فلو او في يعني حاجه شغاله في الجسم، سواء انت فكرت او ما فكرتش، ان في نمط موجي موجود للجسم. وحضرتك عارف ان في هاله او الاورا اللي هي بتبقى موجوده حوالين الجسم دي، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. فربنا سبحانه وتعالى يعني قال ايه؟ من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طب النورانيه دي هتيجي منين؟ يبقى اذا في مركب، في حاجه تانية احنا مش شايفينها. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتكلم مثلا عن الوحي، ازاي الخاطره بتيجي للانسان؟ مفيش ماده دخلت دماغه، يبقى اكيد الخاطره دي هي نمط ما من نمط موجي ما ارسل الى هذا الانسان فتم استقباله في المخ. لكن المخ مش هيخلق لوحده خاطره، المخ ممكن يتعامل مع مجموعه من الحقائق الموجوده فيه باللوجيك او بالمنطق يقارنها. تمام. لكن ما يقدرش ان هو يعني يحدث من لا شيء
لان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث، يبقى اذا في طاقه دخلت للجسم. طيب فالفرضية. احنا عندنا دلوقتي 5 دقائق اتفضل ونختم الحلقه. انا عايز اقول انا بتكلم في جهاز يتحكم في الطول او يتحكم في الطاقه اللي داخله في الجسم. نعم. ويقدر يتعامل مع الجسم هذا الموضوع. يعني نقدر نأثر في العمليات النفسية، نقدر نأثر في نقدر في الفيروس، في البكتيريا، في الحالة النفسية، طالما ان عرفت ان اي نشاط حيوي او اي ميتابوليزم موجودة في الجسم لها مرافق طاقة مكافأة ليها، والطاقة دي مكافأة لطول موجي ما. هذا الطول الموجي لو انا ادركته اصبح الفيروس ده تحت تصرفي، اصبح البكتيريا تحت تصرفي. الجهاز بيقدر يجيب يجيب الطول ويجيب الطاقة اللي موجودة في أي فيروس أو أي بكتيريا أو أي فنجس. يوصل للمكونات الأساسية بتاعتها. ويوصل. كنت هشتغل على مستوى الذرة، يبقى أنا نزلت تحت خالص 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 عشان أشوف التركيبة بتاعة النواة اللي هي مسببة أو الدي إن إيه أو الحمض النووي. طب السؤال بتاع الاي تي بي سينثيسيز اللي احنا كنا بنقول عليه دلوقتي. أيوة. يعني الجهاز بتاعنا يقدر يأثر على تكوين الطاقة داخل الخلية العضلية علشان يعالج لي مرض زي الميوباثي مثلا؟ في نقطة مهمة جدا. الطب اللي مبني على الدواء بيعتمد على تصنيع المادة المؤثرة واعطائها للجسم. الطب اللي مبني على الطاقة بيعتمد على مساعدة الجسم على بناء المادة التي تستطيع ان تنتصر او تقاوم. يعني انا بحفز الجسم ان هو بالزبط. يرجع كفاءته تاني. يعني مثلا لو بشتغل على عضله، لو بشتغل على كبد، لو بشتغل على كلى، لو بشتغل على رئه، انا كل دوري ان انا بدي طاقه للخليه عشان هي ترجع الاكتيفيتي بتاعتها او ترجع نشاطها. يعني احنا بنعمل زي ما بيقولوا كده بنعمل كوركشن او تنشيط وتصحيح وهدم اذا لازم الامر، لو الخليه دي غير مرغوب فيها، اذا كانت مثلا لا قدر الله خليه سرطانيه او ركب عليها اورجانيزم او يعني حاجه، انا هاخد الحاجه دي وقتلها عشان هي دي اللي مسببه المشكله، بس المهم اعرف طاقه الحاجه دي والطول الموجي المكافئ لها او التردد. فده طبعا المنظر اللي احنا شايفينه بيحكي عن قصه جهاد الاف من العلماء. احنا كده هنحتاج اكتر من حلقه، عشان كده بيقولوا لي الوقت خلص. نعم. هنحتاج اكتر من حلقه عشان دايما نوصل اللي احنا ربنا يعني ادهولنا وعرفهولنا نوصله لاكبر عدد من الناس. وانا دلوقتي بدعو الاطباء على في كل التخصصات ان هم يتعرفوا على هذا النوع الجديد من العلم. احنا عندنا بنقول العالم دلوقتي بيشتغل في حاجه جديده قوي اسمها الاوسيليشن ميديسن، الطب القائم على التردد او على الفريكوانسي اوف ذا سيل، وان كل خليه حيه ليها تردد معين بتتناغم وبتنشط وبتصدر اعلى كفاءه في هذه الحاله. اذا دورنا احنا ان احنا نوصل الخلايا الى هذا التردد اللي المفروض الخليه تشتغل عنده. يعني احنا ما بنعملش حاجه، احنا بس بندي فرصه للخليه انها تشتغل او ترجع لكفائتها تاني او ترجع لوظيفتها. وده الالمان استغلوه في حته مهمه جدا وهي موضوع الانتي ايجينج، ان هم ممكن يرجع سن اي حد 10 و15 و20 سنه اللي ورا في من حيث الطاقه ومن حيث الكفاءه. احنا في اخر حديثنا بننهي البرنامج بنشكر الباشمهندس طارق الافندي على المعلومات القيمه، احنا بنستفيد وان شاء الله رب العالمين كل يوم في استفادة. وده مش اخر المطاف، لسه قدامنا حاجات كتيرة او هنقولها، وانا عارف ان احنا محضرين حاجة كل واحدة تحتاج حلقة كاملة. مهندس طارق احنا شاكرين جدا وان شاء الله على وعد باللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا. وحختم بكلمة بالآية اللي هي كل شيء عنده بمقدار، ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة عنده بمقدار، فربنا بقى يعيننا على ان احنا نعرف هذا المقدار فنعطيه حقه او ندركه، فيعني تستطيع المادة انها تتحدث عن نفسها او نتكلم معها. سعدنا بيك. شكرا. شكرا اعزائي المشاهدين، وشكرا للكاست والمخرج بتاعنا الجميل، وان شاء الله نشوفكم في اقرب فرصة يوم الاربعاء القادم نستكمل الموضوع، ونستكمل الموضوع اللي بدأناه يوم السبت اللي فات. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.